يعتبر المصمم مارسيل فاندرس نجماً بين نظرائه، فهو لا يلجأ إلى التقليد أو الأرشيف ولا يؤمن بالمستحيل. يستخدم كل الأساليب والألوان في تصاميمه. أحب عملي وأنا متحمس جداً لما أقوم به. أسعى لأن أكون مبدعاً، فتصميم الأشياء التقليدية لا معنى له بالنسبة لي. للمرة الأولى يعرض متحف ستيدليك بأمستردام أعماله التي أنتجها على مدى 25 عاماً، وذلك على مساحة 1000 متر مربع، ويضم المعرض 400 عمل. يتميز فاندرس بمزج القديم بالجديد، كرات الصوف المتوهجة وأباجورة من سقف الجس أو غطاء محاك على شكل منحوتة أنيقة. الأمر الجلوس وليس التصميم. إذا اختصرت الأشياء بوظيفتها فلن تكون من إنتاجي. كان هدفي إنجاز بنية تتكون من النسيج وتكون خفيفة الوزن. بدأنا بالعقدة وقمنا بطلائها بمادة مقوية، وذلك للحصول على بنية صلبة بعد تجفيفها، وهو ما ساعدها على التشكل بنفسها. هذا هو الابتكار. يتميز عمله بالتنوع. هو في الأصل مصمم مجوهرات، ولكن أعماله توسعت لتشمل الديكور. وقد تم تحويل أنداتس المكتبة السابقة في قلب أمستردام إلى فندق، وقام مارسيل فاندرس بتصميم ديكوره مازجاً بين التقليد والعناصر الحديثة. السجادة في الأسفل تظهر خريطة الملاحة من العصر الذهبي في هولندا. هنا حاول مارسيل فاندرس أن يعكس الكون على السجادة كما كانت الحال في السابق، حيث كان العالم مرتبطاً بالملاحة. ومنذ عام 2010 يستقبل الفندق زبائنه بنجاح كبير. الثريات من الخزف المصقول الأزرق الشهير، والأريكة طرزها المصمم بنفسه. ويكمن سر النجاح في نظر مارسيل فاندرس في حبه للتفاصيل. عشق للأشياء لا يرجع لوظيفتها بل لتوفرها على صفات رائعة جدا. الوظيفة هي مجرد بداية. يجمع فاندرس بين التصميم ومظاهر الراحة بنجاح، وهذا ما يظهر جليا في الأجنحة الفاخرة لفنادق لوتا في أمستردام. هناك عدد من الاتجاهات المختلفة من الأذواق كي تكون الغرف حيوية. صممت الأجنحة كنوع من اليوميات. جربنا عددا من الأفكار إلى أن نضجت الصورة. اعتماد أسلوب محدد يقوم به غير المبدعين، لا بل أجد ذلك مملا. من الأفضل ألا يكون هناك أسلوب ينبغي اتباعه، ستكون الحياة من دون ذلك أفضل. وبدلا من ذلك ينبغي للمرء أن يصطاد اللحظة ويكون على استعداد لتغييرها في أي وقت. في الوقت الحاضر يشتغل المصمم على مشروع جديد، وهو تصميم ديكور لمجموعة من المساكن في إسطنبول. وبغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بشقة أو شرفة أو باهو، فإن لمسة مارسيل فاندرس تكون طاغية من السقف إلى الباهو. هيأنا وجهين لهذا الغرض، يدور كل منهما حول محوره. لنرحب إذن بأحدهما، والخاص بأوروبا. مارسيل فاندرس مصمم اختار طريقه الخاص.